اش كاين في قنيطره؟ اليوم جيت لمدينه قنيطره، اول حاجه عجبتني هي لاكار ديال التران. صراحه لاكار كبيره بزاف وزوينه في اي حاجه. ثاني حاجه شديت الطريق نحو شاطئ المهديه ودزت على القصبه الزوينه. من بعد هذه هي الهبطه ديال شاطئ المهديه اللي تيبعد على الوسط ديال مدينه قنيطره تقريبا ب 10 كيلومتر. هنا وصلت شاطئ المهديه وما حد كنقرب وانا كنزيد يعجبني الحال. اول مره غنزور هذه البلاصه ونتشاركها معكم لانه عجبتني بزاف. هذا الشاطئ المهديه وهذا الكورنيش ديالو وهذا البحر ديالو والرمال الزوينه ديالو والكالم، صراحه يعجبكم الحال. هنا رجعت عاوتاني للكورنيش اللي فيه الالعاب، وهنا جيت للبلاصه اللي على قبلها انا جاي اليوم، بارك دي جول. وهنا واخا الصيف باقا ما بداش هو بادي، وفيه حتى المعرض وفيه الالعاب الصغار والكبار وفيه الدبوش وفيه الحريره وفيه حتى المقاهي واي حاجه اخرى تبغي. المهم هذه الجوله ديالي في بارك دي جو، وخرجت نستمتع بالغروب عاوتاني في الشاطئ المهديه. صراحه هنا عجبني الحال، علاش؟ لانه كاين حتى الجمال وكاين حتى العودان اللي بغيتي تكريم وتسارى بهم. وفي الاخر جيت باش نستمتع في هذا الغروب الزوين ونقول لكم تشوفوا فيديو اخر بلاصه اخرى اش كاين في قنيطره.